ازاي تنجح وتجيب مجموع وانت قاعد على الانترنت. اليوم السابع بيقدم اقوى مراجعات نهائية للثانوية العامة لنخبة من افضل المدرسين. اتفرج وذاكر وانجح وجيب مجموع بالفيديو على اليوم السابع. دلوقتي يا اولاد عندنا هنخش مع بعض في مراجعة الكيمياء العضوية اللي هي ايه بعض الاسئلة المهمة اللي في الباب التاسع. نشوف كده مع بعض. بيقول لي وضح بمعادلات كيميائية متزنة كل مما يأتي. نيطرة البنزين، نخلي بالنا كده يا اولاد، يبقى هنكتب المعادلة. البنزين عبارة عن، نبص كده مع بعض، البنزين عبارة عن C6H6، نفعله مع حمض النيتريك المركز HONO2. طيب في وجود حمض الكبريتيك المركز ونسخن 50 درجة بيطلع ايه؟ بيطلع نيترو بنزين ومية. هنا ايه اللي حصل يا اولاد؟ تفاعل النيترة، حمض الكبريتيك المركز دوره ايه في تفاعل النيترة؟ هو نزع الماء ومنع التفاعل العكسي. طب فين المية؟ خدنا من هنا H، من على حالة البنزين خدنا ال H مع ال OH ادتني ايه؟ مية. طيب ايه المقصود بعملية النيترة؟ المقصود بتفاعل النيترة ادخال مجموعة النيترو NO2 على حلقة البنزين محل ذرة الهيدروجين، فالناتج نيترو ايه؟ بنزين. ما تنسوش كمان يا اولاد ان مركبات النيترو شديدة الانفجار. يقول لي علل اللي ما يأتي، ليه مركبات النيترو شديدة الانفجار؟ نقول له لان وقودها ذاتي اللي هو الكربون. الاكسجين ينفصل، الاكسجين ينفصل بسهوله ويؤكسد الكربون الى ثاني اكسيد الكربون وتنتج طاقه هائله، وكل ذرتين نيتروجين يتحدوا مع بعض ويتكون جزيء نيتروجين وطاقه هائله. نروح للسؤال اللي بعده. سلفنه البنزين، يعني ايه سلفنه البنزين يا اولاد؟ نشوف المعادله الاول. السلفنه هو تفاعل، معنى كلمة سلفنة البنزين ايه؟ تفاعل البنزين العطري C6H6 مع حمض الكبريتيك المركز HOSO3H. طيب حمض الكبريتيك المركز H2SO4 ده جزيء واحد منه انا كاتبه HOSO3H، اشمعنى كده كاتبينه مفكك كده؟ هو حمض الكبريتيك H2SO4 ماشي، هنا عشان ابين مجموعة الايه؟ السلفونيك. طيب حمض الكبريتيك المركز HOSO3H، ما المقصود بسلفنة البنزين؟ المقصود بالسلفنة ادخال مجموعة السلفونيك SO3H على حلقة البنزين محل ذرة الهيدروجين. طب حمض الكبريتيك المركز اللي على السهم ده ينزع الماء ويمنع التفاعل العكسي. حمض الكبريتيك المركز ده ينزع الماء منين؟ ياخد ال H من حلقة البنزين وياخد ال OH من جزيء حمض الكبريتيك اللي هيتفاعل، ادي H2O، وندخل مجموعة السلفونيك SO3H على حلقة البنزين محل ذرة الهيدروجين، ناتج حمض البنزين سلفونيك. طب رمز حمض البنزين سلفونيك ايه؟ C6H5 SO3H. طب أهمية حمض البنزين سلفونيك ده ايه يا أولاد؟ ده بنعمل له تعادل مع هيدروكسيد الصوديوم ويديني ايه؟ بنحط له الاول هنا ديل في الحته دي اللي هو شكل الالكيل بتاعه، فبنخليه الكيل حمض البنزين سلفوني، وبعدين بنعمل له تعادل مع هيدروكسيد الصوديوم فيديني الملح الصوديوم الحمض البنزين سلفوني اللي هو بيدخل ده جزيء المنظف ايه؟ الصناعي. طيب بعد السلفنه هنشوف كده، عايزين تفاعل فورتز. لا مش عايزين تفاعل فورتز كده. هنرجع نوضح تفاعل باير اللي هو اختبار عدم التشابه. تفاعل باير ده من التفاعلات المقررة علينا المهمة. طب يعني ايه؟ تعالوا نشوف كده. هنفاعل مين؟ هنفاعل الايسيلين C2H4، ادي C2H4 مع محلول خلوي لبرمنجينات البوتاسيوم. يجي يقول لي ما المقصود بتفاعل باير؟ تفاعل باير نقول له تفاعل الايسيلين مع محلول خلوي لبرمنجينات البوتاسيوم. هذا التفاعل يا اولاد بنشوف بيه اختبار عدم التشابه، نشوف مركب الايسيلين ده مشبع ولا غير مشبع. طيب ده تفاعل بيتم على خطوتين، خطوه اكسده وخطوه اضافه.
ال H2O الأكسجينة دي جاية من برمنجنات البوتاسيوم اللي موجودة في وسط قلوي تتأكسد، بدل ما هي H2O تبقى H2O2. طب ال H2O2 هي تتكسر الرابطة باي، هذه كسرناها هنا وهنا، ال H2O2 يتم إضافة ال OH هنا وال OH هنا. مين المركب ده؟ المركب ده C2H4OH2، ده الإيثيلين جلايكول. ده الإيثيلين جلايكول ده مين؟ الإيثيلين جلايكول ده كحول. ليه؟ عشان عنده OH، بس مش كحول وبس، ده كحول ثنائي الهيدروكسي، عنده OH وعنده OH، عنده مجموعتين OH. علي اللي ما للإيثيلين جلايكول من الكحولات عشان عنده OH. طب ليه هو كحول ثنائي الهيدروكسي؟ عشان عنده مجموعتين OH. يبقى الإيثيلين جلايكول C2H4OH2. طيب هنا اختفاء اللون البنفسجي لبرمنجنات البوتاسيوم وتكون إيثيلين جلايكول عديم اللون دليل على وجود رابطة باي في الإيثيلين، تم كسرها والإضافة عليه. طيب فيما يستخدم الإيثيلين جلايكول؟ الإيثيلين جلايكول له عدة استعمالات، استعمالات كتيرة خدناها في المنهج. نمرة واحد، يمنع تجمد المياه في ريداتير المناطق الباردة، ويقول لي علم انه يفصل بين جزيئات الماء بروابط هيدروجينية. يفصل بين جزيئات الماء بروابط ايه؟ هيدروجينية. بيستخدم في ايه تاني الإيثيلين جلايكول؟ الإيثيلين جلايكول بيستخدم في حبر الأحبار الأقلام الجافة. الإيثيلين جلايكول بيستخدم في زيوت الفرامل الهيدروليكية. الإيثيلين جلايكول له تفاعل مهم جدا، بيتفاعل في الباب التاسع في الكيمياء العضوية مع حمض التير في سالك، ويكون إستر، نعمله بالمرة يديني بولي إستر، بنكون بيه ألياف الدكرون. ألياف الدكرون بنستعملها في صناعة صمامات بلاستيك بدلا من صمامات القلب التالفة، وشرايين بلاستيك بدلا من شرايين القلب التالفة. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الثاني. بنبدأ مع بعض مراجعة باب من الأبواب المهمة اللي هو الكيمياء، الباب الثامن اللي هو الكيمياء الكهربية. تعالوا نشوف مع بعض كده الأسئلة المهمة. بيقول لي السؤال الأول، اختار العبارة الصحيحة. بيقول لي لترسيب الكتلة الجزيئية لفلز ثلاثي التكافؤ يلزم إمرار كمية من الكهربية من محلول أحد أملاحه مقدارها، ومديني اختيارات. يا ترى الاختيار الأول 189,000 كولوم، ولا 289,500 كولوم، ولا 96,500 كولوم، ولا 9,650 كولوم. طيب لترسيب الكتلة الذرية أو الكتلة الجزيئية لفلز ثلاثي التكافؤ يلزم إمرار كمية من الكهربية تساوي التكافؤ في الفرادية. طب أنا عندي هنا الفلز ده تكافؤ إيه؟ ثلاثي، يبقى 3 فرادية. طب افرض احادي، يبقى 1 فرادية. طب نفرض ان الفلز، نفرض ان الفلز ثنائي التكافؤ، يبقى 2 فرادية. هنا السؤال بتاعي بيقول لي الفلز ده لترسيب الكتلة الذرية لفلز ثلاثي التكافؤ هو هنا ثلاثي، يبقى 3 فرادية. يبقى 3 في 1 فرادية، والفرادية بكام؟ ب 96,500. يبقى 3 في 96,500. الله، انت شلت الفرادية وكتبت بداله 96,500 ليه؟ ما احنا عارفين يا اولاد ان كل واحد فرادي يعادل 96,500 كولوم. هنا ثلاثي التكافؤ يبقى 3 فرادي، والفرادي ب 96,500، نضرب 3 في 96,500 هتكون الاجابه. معاكم الاله الحاسبه بقى تكون الاجابه ايه؟ تكون الاجابه هي يا اولاد 8، الاجابه دي 289,500. طب السؤال اللي بعده بيقول لي يبطن الوعاء الخارجي للخلية الجافة العمود الجاف من الداخل بعجينة رطبة منه. عندي شوية اختيارات، يا ترى كلوريد الخرسين وكلوريد الألمونيوم، ولا كلوريد الصوديوم وكلوريد الأمونيوم، ولا كلوريد الخرسين وكلوريد الأمونيوم، ولا كلوريد الصوديوم وكلوريد الألمونيوم. طبعا انتوا عارفين ان الخلية الجافة العمود الجاف الوعاء الخارجي للخلية الجاف من الداخل بعجينة رطبة من، طبعا هتبقى اكيد اكيد كلوريد الامونيوم. فين هي؟ كلوريد الخرسين وكلوريد الامونيوم. نشوف اللي بعده كده، يبقى هنا كلوريد الخرسين وكلوريد الامونيوم، وهنا لما ضربت 3 في 3 فرادية، 3 في 96,500 تطلع 289,500، وهنا الوعاء الخارجي يبقى كلوريد الخرسين وكلوريد الامونيوم. طيب الانود في الخلية الجلفانية، المصعد الانود في الخلية الجلفانية هو، يا ترى يا اولاد
القطب الموجب وتحدث عنده عملية الأكسدة، ولا القطب السالب وتحدث عنده عملية الأكسدة، ولا القطب الموجب وتحدث عنده عملية الاختزال، ولا القطب طب ايه رأيكم، ولا القطب السالب وتحدث عنده عملية. نفكر مع بعض، المصعد الأنود في الخلايا الجلفانية هو أكيد هو القطب السالب وتحدث عنده عملية الأكسدة. طب يقول لي علم ليه الأنود في الخلايا الجلفانية هو القطب السالب؟ هو القطب السالب عشان بينتج الكترونات سالبه من تفاعل اكسده تلقائي. هنا بيقول لي تعتمد الخلايا الجلفانيه على تحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه، يا ترى ايه؟ مغناطيسيه ولا حراريه ثم كهربائيه؟ لا، الى طاقه كهربائيه. طيب يبقى هنا الانود في الخلايا الجلفانيه هو ايه؟ القطب السالب وتحدث عنده عمليه الاكسده. وقلت انا منين شويه علم ليه يا اولاد؟ لان الانود هو القطب السالب. ليه؟ لانه ينتج الكترونات سالبه من تفاعل اكسده تلقائي. طيب تعتمد الخلايا الجلفانيه على تحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه طبعا كهربائيه مرورا بالطاقه الحراريه. شوف السؤال اللي بعده. تتم عمليه الاختزال في العمود الجاف لماده ايه؟ يا ترى ماده الخرسين ولا النحاس ولا ثاني اكسيد المنجنيز ولا كلوريد الخرسين؟ فكروا كده. طيب يتم معادلة الأيونات في نصفي الخلايا الجلفانية عن طريق يا ترى إدخال الإلكترونات في نصف خلية الأكسدة ولا عن طريق القنطرة الملحية ولا عن طريق إخراج الإلكترونات من نصف خلية الاختزال ولا إخراج الإلكترونات من نصف خلية الأكسدة؟ طب نمسك السؤال الأولاني، تتم عملية الاختزال في العمود الجاف لمادة إيه؟ أكيد فكرتوا؟ برافو عليكم، ثاني أكسيد المنجنيز. هو ثاني اكسيد المنجنيز MnO2 هو موجود في العمود الجاف كعامل مؤكسد، بما انه عامل مؤكسد يمنع تكون الهيدروجين، اذا اكيد هو اللي بتحصل له عمليه الاختزال. طيب هنا تتم معادله الايونات في نصفي الخليه الجلفانيه عن طريق ايه؟ عن طريق القنطره الملحيه. القنطره الملحيه بتعمل ايه في الخليه الجلفانيه؟ خدناها يا اولاد، خدناها في خلية دانيال. القنطرة الملحية في خلية دانيال أو في بصفة عامة في خلية جلفانية بتعمل إيه؟ تمنع تشبع أي من الإنائين بأيونات موجبة أو أيونات سالبة. أنا بتكلم دلوقتي على خلية دانيال كمثال. تمنع تشبع أي من الإنائين بأيونات موجبة أو أيونات سالبة. بتعادل الأيونات الموجبة والسالبة في كل إناء. بتنقل الأيونات الكبريتات الزيادة من إناء النحاس بتنقله إلى إناء الخرسين لتتعادل مع عينات الخرسين. بتكون فرق جهد بين نصفي الخلية فيستمر سريان التيار الكهربائي. نشوف السؤال اللي بعده. التحليل لا. نشوف السؤال اللي بعده. هنا خليني هنا في بطارية السيارة الإلكتروليت هو حمض الهيدروكلوريك ولا حمض الهيدروكلوريك المركز مخفف ولا المركز، ولا حمض كبريتيك المخفف ولا حمض كبريتيك المركز؟ طبعا هو حمض كبريتيك المخفف. طيب في البطاريه السياره اللي هي اولاد المركم الرصاصي، المركم الرصاصي بطاريه السياره، مين الالكتروليت؟ حمض الكبريتيك. طيب حمض الكبريتيك المخفف فايد كثافته تتراوح بين 1.28 جرام لكل سنتيمتر مكعب الى 1.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. ما فائدة حمض الكبريتيك المخفف في المركب الرصاصي في بطارية السيارة؟ ده الالكتروليت. بيعمل ايه؟ بيوصل التيار الكهربي عن طريق حركة الايونات في اتجاه الاقطاب المخالفة. لإعادة شحن المركب يتم توصيله بمصدر كهربي خارجي جهد أكبر قليلا من جهد الخلية، أقل من جهد الخلية، أعلى بكتير من جهد الخلية ولا يساوي جهد الخلية. احنا عارفين يا أولاد إن الخلايا الجلفانية نوعين، خلايا جلفانية أولية لا يمكن إعادة شحنها، وخلايا جلفانية ثانوية هي التي يمكن إعادة شحنها. احنا درسنا في الخلايا الجلفانية الأولية التي لا يمكن إعادة شحنها، إيه الغرض منها؟ الحصول على تيار كهربي من تفاعل أكسدة واختزال تلقائي غير انعكاسي. طب في الخلايا الجلفانية الثانوية التي يمكن إعادة شحنها، إيه الغرض منها؟ الحصول برضو على تيار كهربي من تفاعل أكسدة واختزال تلقائي انعكاسي. يبقى في الخلايا الجلفانية الأولية تفاعل أكسدة واختزال تلقائي غير انعكاسي لا يمكن إعادة شحنها،
اما في الخلايا الجلفانيه السنويه تفاعل اكسده واختزال تلقائي انعكاس يمكن اعاده شحنها. خدنا امثله في المنهج وموجوده في الحياه على خليه جلفانيه اوليه زي خليه دانيال، زي خليه الزئبق. خليه الزئبق اللي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم يا اولاد في الساعات، بتستخدم في سماعات الاذن، بتستخدم في الكاميرات، بتستخدم في الاله الحاسبه. دي خليه جلفانيه اوليه، خليه الزئبق. يجي يسالني على خليه الزئبق، ليه هي خليه جلفانيه اوليه؟ لا يمكن اعاده شحنها. يجي يسالني فيها برضه، ليه يجب التخلص من خليه الزئبق بطريقه امنه؟ يجب التخلص من خليه الزئبق وهي خليه جلفانيه اوليه بطريقه امنه، بعد ما بتخلص يجب نتخلص منها بطريقه امنه لانها تنتج الزئبق السام عشان ما يحدثش تلوث للبيئه بالزئبق الايه؟ السام. طيب عندنا كمان من الخلايا الجلفانيه الاوليه التي لا يمكن اعاده شحنها العمود الجاف اللي موجود في الريموت، الريموت بتاع التلفزيون، الريموت بتاع الدش، اي ريموت بنحط له حجار اللي لما بنشتريها من السوبر ماركت بعد ما بتخلص بنعمل ايه؟ بنرميها لانه لا يمكن اعاده ايه؟ شحنها. تبقى دي الخلايا الجلفانيه الاوليه. في بقى خلايا جلفانيه ثانويه. اشهر خليه جلفانيه ثانويه دلوقتي هي البطاريه بتاعه الموبايل بتاعك او بتاعك. هي كل ما الموبايل بيفضى بنعيد شحنه. وعندنا كمان بطاريه النيكل كادميوم، دي خليه جلفانيه ثانويه. والمركب الرصاصي اللي هو بطاريه العربيه كل ما بتفضى بتتشال. ما ننساش حاجه مهمه قوي قوي يا اولاد، ان المركب الرصاصي اللي هو بطاريه السياره خليه جلفانيه انعكاسيه. يعني ايه خليه جلفانيه انعكاسيه؟ يعني كل ما بتفضى بيعاد شحنها. بطاريه الموبايل بتاعك او بتاعك هو خليه جلفانيه انعكاسيه، ان كل لما بيفضى بنعيد ايه؟ شحن. طب بس بنعيد شحنه ازاي؟ بنوصله بجهد كهربي اكبر قليلا من جهد، فتنعكس الاقطاب، الاقطاب التي كان يحدث عندها اكسده يحدث عندها اختزال، والاقطاب التي كان يحدث عندها اختزال يحدث عندها ايه؟ اكسده. كان كده الخليه الجلفانيه الانعكاسيه بتعمل حاجتين، هي خليه جلفانيه بتديني تيار وهي مشحونه، دي هي بقى خلية الكترولتية تحليلية وهي بتتشاحن، لان هنا بتديها ايه؟ تيار عشان ايه؟ نخزنه فيها. فلما نقرأ هنا لإعادة شحن المركب يتم، يقصد المركب الرصاصي بطارية العربية، يتم توصيله بمصدر كهربي خارجي جهده ايه؟ اكبر قليلا من جهد الخلية، وكمل فتنعكس الاقطاب، القطب الذي كان يحدث عنده اكسده يحدث عنده اختزال، والقطب الذي كان يحدث عنده اختزال يحدث عنده ايه؟ اكسده. الجهاز الذي يستخدم لقياس فرق الجهد الكهربي لنصفها الخليه اي قدرتها على التاكسد والاختزال هو، يا ترى يا اولاد، هو الفولت ميتر ولا الجلفانوسكوب ولا الفولت ميتر ولا الاميتر؟ طبعا مر علينا في خليه دانيال اللي قاس القوه الدفع الكهربائيه لخليه دانيال اللي طلع 1.1 افتكرته، ده الفولت ميتر. يبقى هنا عشان نعيد شحن المركب بنوصله بجهد كهربي اكبر قليلا من جهد الخليه. الجهاز الذي يستخدم لقياس فرق الجهد او القوه الدفع الكهربائيه او القدره على الاكسده والاختزال هو الفولت ميتر. طب الفولت ميتر ده اصلي في خليه دانيال كام فولت؟ 1.1 فولت. طب اصلي قد ايه في العمود الجاف؟ 1.5 بايه فولت. طيب يا اولاد نروح للسؤال اللي بعده. لتنقيه النحاس من الشوائب بواسطه التيار الكهربي نجعل النحاس مراد تنقيته، يا ترى قطب موجب ولا موجبا ولا مهبط ولا قطب قياسي ولا مغناطيسي؟ طبعا بنجعله هنا ايه؟ قطب ايه؟ موجب. احنا عارفين في عمليه التنقيه يجي ممكن يقول لي اشرح كيف يمكن تنقيه ساق نحاس من الشوائب. عشان ننقي ساق النحاس من الشوائب بنكون دايره، بنمرر تيار مناسب. هنا بنكون خليه الكتروليتيه، الخليه الالكتروليتيه بفكرك فيها محلول الكتروليتي اللي هو كبريتات النحاس. المصعد الانود الموجب هو ساق نحاس اللي بيه الشوائب، مين الشوائب اللي فيه؟ قطعه خرسين، قطعه حديد، قطعه فضه، قطعه دهب. الناحيه الثانيه المهبط الكاثودي السالب اللي انا بوصله بقطب سالب للبطاريه هو سلك نحاس نقي. طيب ايه اللي بيحصل؟ المصعد الانود ده النحاس اللي فيه بيتاكسد، يتحول النحاس الصلب الى ايونات نحاس زائد 2 ايه؟ الكترون. الشوائب بقى، الشوائب بعضها بيتاكسد وبعضها بيختزل.
مين اللي بيتأكسد وليه؟ اللي يتأكسد شوائب الحديد تتحول لحديد اتنين، شوائب الخرسين تتحول لخرسين اتنين. طب ليه بقى الشوائب دي اتأكسدت؟ لان جهد الأكسدة بتاعها اعلى من جهد أكسدة النحاس. شوائب تترصب كما هي اللي هي الفضة وايه والذهب، ليه ترصبت كما هي؟ ليه ما حصلهاش أكسدة؟ لان جهد أكسدة الفضة جهد أكسدة الذهب اقل من جهد أكسدة النحاس. أيونات النحاس في المحلول تتحرك وتروح على سلك النحاس تكتسب الاثنين الكترونات والاثنين الكترون وتترصب، لان جهد اختزالها اعلى من جهد اختزال أيونات الخرسين، اعلى من جهد اختزال أيونات الحديد. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال بيقول لي اكتب المصطلح العلمي. طيب، ولازم زي ما انا قلت لكم قبل كده لازم نقرا على مهلنا المصطلح العلمي. بيقول لي انظمه كهربائيه تتحول فيها الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربائيه نتيجه عمليه اكسده واختزال تحدث بشكل تلقائي مستمر. دي طبعا خلايا جلفانيه. الخلايا الجلفانيه الغرض منها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. وأنا لسه قايلين دلوقتي يا أولاد تنقسم إلى خلايا جلفانية أولية لا يمكن إعادة شحنها، وخلايا جلفانية ثانوية يمكن إعادة شحنها. طيب الفقرة الثانية، مواد توصل التيار الكهربي عن طريق حركة أيونات، دي الإلكتروليتات. يجي يقول لي ما هي المواد الإلكتروليتية؟ هي مصهور أو محلول، ملح أو حمض أو قاعدة. مالها المواد الالكترونيتيه؟ بتوصل التيار الكهربي عن طريق حركه ايوناتها في اتجاه الاقطاب المخالفه. طب الفقره اللي بعد كده في المصطلح، مواد توصل التيار الكهربي عن طريق حركه الكتروناتها. ده السلك او الموصل الايه المعدني. خلي بالكم يا اولاد في فرق بين موصل معدني بيوصل التيار الكهربي عن طريق حركه الالكترونات، وموصل الكتروليتي بيوصل التيار الكهربي عن طريق حركه الايه الايونات. هنا مواد توصل التيار الكهربي عن طريق حركه الكتروناتها، ده موصل معدني. القطب الذي تحدث عنده عمليه الاختزال هو المهبط الكاثود. طيب القطب الذي تحدث عنده عمليه الاكسده في الخلايا الالكتروليتيه، بصفه عامه القطب اللي تحدث عنده عمليه الاكسده هو الانود. هو الانود. طيب كميه الكهربيه التي تنتج عند امرار تيار كهربي شدته 1 امبير خلال موصل في الثانيه الواحده. ده الامبير، ده 1 كولوم. ماشي، الواحد كولوم. انا عندي قانون بيقول كميه الكهربيه بتساوي شده التيار في زمن مرور التيار. كميه الكهربيه بتساوي ت في زين. كميه الكهربيه 1 كولوم بتساوي شده التيار 1 امبير في 1 سنه. لما يجي هنا يقول لي كميه الكهربيه التي تنتج عند امرار تيار كهربي شدته 1 امبير خلوها الموصل في الثانيه الواحده، ده الواحد كولوم. يبقى اذا هنا يا اولاد ما ننساش ان الواحد كولوم بيساوي 1 امبير في 1 ثانيه. قدرة العنصر على اكتساب بعض الالكترونات. ده لما يكتسب بعض الالكترونات الشحنة سالبة تزيد، يبقى دي عملية اختزال. طيب تتناسب كمية المادة المترصبة او المستهلكة بمرور نفس كمية الكهرباء تناسبا طرديا مع كتلتها المكافئة. كمية الكهرباء اللازمة لترصيب او تصاعد او اذابة المكافئ الجرامي من المادة بالتحليل الكهربي. ناخدهم واحدة واحدة بقى. قدرة العنصر على اكتساب بعض الالكترونات، انا قلت لما العنصر يكتسب الالكترونات الشحنة السالبة تزيد، يبقى دي عملية اختزال. طيب تتناسب كمية المادة المترصبة او المستهلكة بمرور نفس كمية الكهرباء تناسبا طرديا مع كتلتها المكافئة الجرامية. خلي بالكم يا اولاد بنقف مع بعض كده وقفة بسيطة. احنا عندنا في الباب الثامن ثلاث قوانين لفاراداي، القانون الاول لفاراداي، القانون الثاني لفاراداي، القانون العام للكهربية. القانون الأول لفاراداي بيقول إيه؟ بيقول عند ثبوت درجة الحرارة كتلة المادة المتحررة من المصعد والتي تترصب على المهبط تتناسب طرديا مع كمية الكهربية المرة في المحلول. كتلة المادة المتحررة من المصعد والتي تترصب على المهبط تتناسب طرديا مع كمية الكهربية المرة في المحلول. عندي بقى القانون الثاني الفرادي،
عند مرور كمية كهربية ثابتة في عدة الكتروليتات مختلفة. كتلة المادة المتحررة من المصعد والتي تترسب على المهبط تتناسب طرديا مع كتلتها المكافئة. ده القانون الثاني الفرادي. القانون الاول الفرادي والقانون الثاني مقدمة واحدة. بص، كتلة المادة المتحررة من المصعد والمترسبة على المهبط في القانون الاول الفرادي تتناسب طرديا مع كمية الكهرباء المرة في المحلول. في القانون الثاني الفرادي تتناسب طرديا مع كتلتها المكافئة. طب القانون العام لفرادي، القانون العام لفرادي بيقول ان الواحد فرادي كمية الكهربية التي تعادل او تساوي واحد فرادي اللي هي 96500 كولوم بيتحرر من المصعد وترسب على المهبط واحد وزن مكافئ جرام. طب نبص للسؤال بتاعنا، بيقول لي اولاد تتناسب كمية المادة المترسبة او المستهلكة بمرور نفس كمية الكهرباء تناسبا طرديا مع كتلتها المكافئة الجرامية. ده يبقى القانون الثاني الفرادي. ما امتى اقول ان القانون الاول اذا بدل مع كتلتها المكافئة لا تتناسب طرديا، لو قال لي تتناسب طرديا مع كمية الكهرباء المرة في المحلول كان ده يبقى القانون الاول الفرادي مش القانون الثاني. كمية الكهرباء اللازمة لترسيب او تصاعد او اذابة المكافئ الجرامي من المادة بالتحليل الكهربائي، يعني واحد وزن مكافئ جرامي، ده القانون العام للكهربية اللي هو هنا يبقى واحد ايه؟ فرادي. يبقى الواحد فرادي اللي هو القانون العام للكهربية، كل واحد فرادي كل 96500 يحرر من المصعد ويرسب على المهبط قد ايه؟ الوزن المكافئ الايه؟ الجرامي، واحد وزن مكافئ جرامي. نشوف اللي بعده. عملية فقد الكترونات ينتج عنها زيادة في الشحنة الموجبة. احنا قلنا لما العنصر بيكتسب وشحنته السالبة بتزيد دي عملية اختزال. طب لما العنصر بيفقد الكترونات، ما لما بيفقد الكترونات الشحنة الموجبة بتزيد، تبقى دي عملية ايه؟ اكسدة. طيب ترتيب تنازلي لجهود التأكسد القياسية للعناصر بالنسبة لقطب الهيدروجين القياسي. بنرتب العناصر من اعلى الى اسفل، ترتيب تنازل لجهود التأكسد، يعني الاعلى في التأكسد الاقل الاقل الاقل، ده اسمها السلسله الكهروكيميائيه او سلسله الجهود الايه؟ الكهربائيه. يبقى فوق عمليه فقد الكترونات ينتج عنها زياده في الشحنه الموجبه، قلنا ايه يا اولاد؟ قلنا دي الاكسده. الثانيه قلنا ايه؟ قلنا ترتيب تنازلي من اعلى لاسفل لجهود التأكسد القياسيه بالنسبه لقطب الهيدروجين، قلنا دي متسلسله الجهود الكهروكيميائيه او متسلسله الجهود الكهربائيه. السؤال اللي بعده، علل سؤال من نوع جديد، بيقول لي علل لما ياتي، ودي من الاسئله المهمه نشوفها كده مع بعض. عناصر ليه عناصر مقدمه المتسلسله الكهروكيميائيه عوامل مختزله قويه بينما عناصر مؤخره عوامل مختزله قويه. احنا بنقول العناصر في مقدمه السلسله عوامل مختزله قويه لانها تتاكسب بسهوله. وبتتأكسد بسهولة ليه؟ لأن جهود الأكسدة بتاعتها عالية. العناصر اللي فوق في السلسلة التي تسبق الهيدروجين، عناصر مقدمة المتسلسلة الكهروكيميائية زي الليثيوم زي الصوديوم زي البوتاسيوم، كل دي عناصر في مقدمة السلسلة. عوامل مختزلة قوية. الإجابة هي نمسك كلمة عوامل مختزلة قوية ونبدأ الإجابة منها. هي عوامل مختزلة قوية لأنها تتأكسد بسهولة. لانها تفقد الكترون تكافؤها او الكترونات تكافؤها بسهوله. ليه؟ عشان جهود الاكسده بتاعتها ايه؟ مرتفعه. طيب بينما عناصر مؤخره عوامل مؤكسده قويه. بمسك من هنا وبجاوب. هي العناصر في المؤخره زي النحاس زي الفضه زي الذهب، العناصر في المؤخره هي عوامل مؤكسده قويه، يبقى لانها تختزل بسهوله لان جهود اختزالها عاليه لانها تكتسب الكترونات تكافؤها بسهوله. نشوف تاني الإجابة كده مع بعض. لأن العناصر اللي في مقدمة عوامل مختزلة قوية لأن جهود تأكسدها مرتفعة، تتأكسد بإيه؟ بسهولة، تفقد إلكترون تكافؤها إيه؟ بسهولة، إذن هي عوامل مختزلة إيه؟ قوية. بينما العناصر اللي في المؤخرة جهود اختزالها مرتفعة، تختزل بسهولة، تكتسب إلكترونات تكافؤها بسهولة، إذن هي عوامل مؤكسدة إيه؟ قوية. طيب لا يمكن تحضير فلز الصوديوم بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد ايه؟ الصوديوم. الله، لا ده انا بحضر فلز الصوديوم ديفي، نفتكر ديفي في الباب الرابع، هو حضر فلز الصوديوم ازاي؟ بالتحليل الكهربي لمصهور
كلوريد الصوديوم. المحلول هنا في ميه، ده الصوديوم لو قابل الميه يتفاعل بشده مع الماء ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعه، فلازم نقول ايه؟ ماسور مش محلول. طب نشوف السؤال اللي بعده. درجه انصهار املاح عناصر مقدمه المتسلسله الكهروكيميائيه عاليه جدا عشان انها بتتاكسد بسهوله، ولسه قايلين اهو، فتتحول الى ايونات موجبه فتكون مع الايونات السالبه املاح مركبات ايونيه، والمركبات الايونيه تكون بتكون شبكه بلوريه صلبه بتحتاج طاقه عاليه لكسر الشبكه البلوريه. كل المركبات الايونيه تحتاج طاقه عاليه عشان اكسر الشبكه البلوريه، تحتاج طاقه عاليه عشان نحول الجزيئات من الحاله الصلبه الى سائله ومن السائله الى غازيه. نشوف السؤال اللي بعده. ليه النحاس موصل الكتروني بينما كبريتات النحاس موصل الكتروني؟ الله، النحاس سلك فلز. طيب يعني موصل معدني، والموصل المعدني ينقل التيار الكهربي عن طريق حركه الالكترونات السالبه. هنا بقى محلول كبريتات النحاس يتعين الى ايونات نحاس وايونات كبريتات، ده موصل الكترونيتي، ده ينقل التيار الكهربي عن طريق حركه الايونات في اتجاه الاقطاب المخالفه. النحاس فلز، ده موصل معدني ينقل التيار عن طريق حركه الالكترونات في السلك. بينما طبعا انت عارفين ان الفلزات الكترونات تكافؤها حره الايه؟ الحركه. بينما كبريتات النحاس محلولها بقى يتأين الى ايونات نحاس وايونات كبريتات، فتنق يوصل التيار الكهربي عن طريق حركة الايونات بتاعته في اتجاه الاقطاب المخالفة. سؤال جديد، ما دور كل من؟ خلي بالكم الاسئلة برضو السهلة اللي ان شاء الله تجاوبوها بسهولة، هو اليوم السابع بيسعده ان هو ايه بيدفعكم الى طريق التفوق والنجاح ان شاء الله. فبيقول لي السؤال الرابع، ما دور كل من القنطرة الملحية في الخلايا الجرمانية؟ ودي قلناها ان هي بتوصل نصفي التفاعل بطريقة غير مباشرة، بتحافظ على تساوي الايونات الموجبة والسالبة في كل اناء. طيب ما دور حمض الكبريتيك المخفف في المركب الرصاص؟ حمض الكبريتيك المخفف يا اولاد الكتروليت، بيوصل التيار الكهربي عن طريق حركة ايوناته في اتجاه الاقطاب المخالفة. السؤال اللي بعده، إناء الخرسين في العمود الجاف. إناء الخرسين في العمود الجاف هو المصعد الأنودي السالب الذي ينتج إلكترونات سالبة من تفاعل أكسدة تلقائي. نشوف الإجابة مع بعض تاني. هو إناء الخرسين هو المصعد الأنودي السالب الذي تحدث عنده عملية الأكسدة، يعني بينتج إلكترونات سالبة من تفاعل أكسدة تلقائي. نشوف بقى بعض المسائل كده بتاعت الكهربيه اللي بتيجي في الامتحانات دي. شفنا السؤال ده قبل كده، لترسيب الكتله الذريه الجراميه لفلز ثلاثي التكافؤ، قلنا خلاص بقى ده ثلاثه فاراداي، وبنشيل الفاراداي وبنحط ايه؟ كولوم. طيب كميه الكهربيه اللازمه لترسيب كتله ذريه جراميه بتساوي التكافؤ في واحد فاراداي، وقلت هشيل التكافؤ واحط ثلاثه يبقى 3 فاراداي، وهشيل الفاراداي واحط بدلها كولوم، يعني اضرب الفاراداي بكام؟ 96500. يبقى 3 في 96500 تطلع 289500 كولوم. طب نخلي بالنا يا اولاد، لترسيب الكتله الذريه الجراميه لفلز ثنائي التكافؤ هتبقى 2 فاراداي، 2 في 96500 وهكذا. نشوف اللي بعده، احسب عدد مولات الذهب المترسبة من امرار واحد فاراداي في محلول كلوريد الذهب 3. احسب عدد مولات الذهب، كم مول من الذهب تترسب عند امرار واحد فاراداي في محلول كلوريد الذهب 3. كمية الكهربية لازمة لترسيب واحد مول من الذهب يبقى التكافؤ في الفاراداي، هضرب التكافؤ بتاع الذهب في الفاراداي. طب هنا كلوريد الذهب 3، ما هو حللها لي اهو، يعني هنا كام؟ 3 فاراداي، اشيل كلمة التكافؤ احط 3 يبقى 3 فاراداي. طيب يبقى هنا الواحد مول يلزمه كام؟ 3 فاراداي. كل واحد مول عشان ارسب واحد مول من الذهب يلزمني كميه كهربائيه 3 فاراداي. يا ترى يبقى الواحد فاراداي يرسب كام مول؟ س مول، واعمل مقص حاسس ضرب الطرفين في الوسطين
بصوا كده تاني، الواحد مول يلزمه 3 فرادية من الحسبة اللي احنا حسبناها، التكافؤ في الفرادية قدها التكافؤ ثلاثي يعني 3 فرادية. طيب يبقى هنا سين، يبقى الواحد فرادية اللي هو مديهولي كام مول سين؟ طب تاخد بعديها بقى نعمل طرفين في وسطين، يبقى هضرب، هنضرب ايه؟ 1 في 1 على 3، دايما الحاجة اللي رايحة لها السين تبقى مقام، يبقى 1 مول في 1 فرادية على 3 فرادية، يطلع كام دي يا اولاد؟ يطلع 3 مول. طيب نشوف مسألة كمان، احسب كتلة الكالسيوم المترسبة من امرار 48250 كولوم في محلول كلوريد الكالسيوم، ومديني هنا ان الكالسيوم بيساوي ايه؟ 40. بعد ما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم على طول يا اولاد نجيب الكتلة المكافئة الجرامية، الوزن المكافئ الجرامي، هقسم الكتلة الذرية اللي هو مديها لي اهي بين قوسين على تكافؤ الكالسيوم. الكالسيوم ادى كلور كام؟ 2، كلوريد الكالسيوم سي اي سي ال 2. الرمز ده بيقول لي حاجة، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الكالسيوم تكافؤ ثنائي. فيبقى اول خطوة هنجيب الوزن المكافئ، الكتلة المكافئة الجرامية، هقسم الكتلة الذرية اللي هي 40 على تكافؤ الكالسيوم اللي هي 2 اللي هي 20 جرام. طيب كل 96500 كولوم، كل 96500 اللي هو واحد فرادية بيرسب الوزن المكافئ اللي هو 20 ايه جرام، عشان ارسب 20 جرام اللي هو الوزن المكافئ ده يلزمني واحد فرادية اللي هو يلزمني 96500 كولوم. طب الرقم ده اللي هو مدولي 48250 كولوم اكتبه تحت الكولوم ولا تحت الجرام؟ برافو عليكم، طبعا اكتبه تحت الكولوم، الكولوم يجي تحتها كولوم. طيب يبقى هنا ال 48250 ايه كولوم يرسبوا لي قد ايه؟ يرسبوا لي اعمل مقص، يرسبوا لي سين، واحنا اتفقنا ان الحاجه اللي رايحه لها سين تبقى مقام، يبقى هضرب 48250 كولوم في 20 على 96500، الناتج يطلع كام بالآلة الحاسبة؟ يطلع 10 جرام. نشوف المسألة اللي بعديها. اكتب الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية الآتية مع احتساب قيمة القوة الدافعة الكهربائية للخلية، علما بأن جهد تأكسد النحاس سالب 34 من 100 فولت. ومديني معادلة، المعادلة بتقول لي ال H2 زائد ايون النحاس 2 الناتج 2 ايون هيدروجين موجب زائد ايه؟ نحاس. لو فكرنا شويه كده في المساله دي بنلاقي ان الهيدروجين هنا حصل له اكسده، علشان هنا H2 عدد اكسده صفر، عنصر ذري، هنا عنصر نقي، عدد اكسده الهيدروجين هنا بصفر، بينما هنا عدد اكسده الهيدروجين بموجب 1، كده الشحنه الموجبه بتاعت الهيدروجين زادت. بما ان الشحنه الموجبه يا اولاد تزيد يبقى ده عمليه اكسده. طب يبقى ايون النحاس حصل له عمليه ايه؟ اختزال. طيب هنا لو قلت القوه الدافعه الكهربيه بتساوي الفرق بين جهدي التاكسد، اشمعنى يعني جهد الاكسده جهد الفرق بين جهدي التاكسد؟ عشان هو مديني جهد تاكسد النحاس. طيب جهد تاكسد النحاس سالب 34 من 100 فولت. طيب جهد تاكسد النحاس اكبر ولا جهد تاكسد الهيدروجين اكبر؟ احنا عارفين يا اولاد ان العلماء اتفقوا على اعتبار ان جهد اكسده قطب الهيدروجين القياسي بيساوي جهد اختزال قطب الهيدروجين القياسي بيساوي صفر. يبقى لو سالتك دلوقتي مين اعلى، جهد الاكسده بتاع الهيدروجين اعلى ولا جهد اكسده النحاس؟ هتقول لي طبعا واضحه قوي جهد اكسده الايه الهيدروجين اعلى، لان الصفر اكبر من سالب 34 من 100. فلما اقول الفرق بين جهدي الاكسده، طيب نحط مين جهد الاكسده الاول؟ طبعا الصفر اكبر، كلمه الفرق انا حاطط بدلها اشاره سالب اهي. طيب هحط هنا جهد الاكسده الاكبر واحط هنا جهد الاكسده الاصغر، مين جهد اكسدته اكبر؟ الهيدروجين. ليه؟ عشان جهد الصفر اكبر من السالب 34 من 100 فولت. صفر سالب في سالب بموجب الناتج بالآلة الحاسبة، حتى مش بالآلة ما بين اهي، سالب في سالب بموجب 34 ايه من 100 فولت. بما ان هنا اشارة القوة الدفع الكهربية للخلية دي طلعت بالموجب، نقول له ده تفاعل تلقائي، هذه البطارية تعطي ايه؟ تيار. طب عايزين بقى ايه الرمز الاصطلاحي بتاعها؟ انا حسبت القوة الدفع الكهربية، لكن فين الرمز الاصطلاحي؟ هنجمع الهيدروجين مع بعض اللي حصل له اكسدة، ونجمع ايون النحاس مع النحاس عشان حصل له عمليه ايه؟ اختزال. تعالوا نشوف كده.
يبقى ادي جمعت هنا الهيدروجين مع ايون الهيدروجين عشان حصل اكسده، وجمعت هنا ايون النحاس مع النحاس عشان حصل عمليه ايه؟ الاختزال. وفين الاثنين؟ هنا في قنطره ايه؟ ملحيه. السؤال اللي بعده، احسب كتله الفضه المترسبه بعد امرار تيار كهربي شدته 5 امبير في محلول نترات الفضه لمده 20 دقيقه. مديني بين قوسين يا اولاد الاي جي 108. احنا اتفقنا اول خطوه ما تفكرش، هات الكتله المكافئه الجراميه. كل المسائل دي بسم الله الرحمن الرحيم، الكتله المكافئه الجراميه تساوي، تعالوا نشوف كده الكتله المكافئه الجراميه، بقسم الكتله الذريه اللي هو مديها لي بين قوسين 108 على تكافؤ الفضه. طب انا بقى بسال، تعرفوا تكتبوا رمز نترات الفضه؟ ها انتوا شطار. ايوه برافو عليكم. نترات الفضه هي اي جي ان او 3، اي جي ان او 3. هيبقى هنا تكافؤ الفضه ايه؟ عادي. يبقى الخطوه الاولانيه هنجيبها الوزن المكافئ او الكتله المكافئه الجراميه للفضه، الكتله الذريه للفضه 108 على تكافؤ الفضه 1 تطلع ب 108 جرام. نقف بقى هنا وقفه صغيره. احنا من قيمه شويه يا اولاد قلنا كل واحد كولوم بيساوي 1 امبير في 1 ثانيه، يبقى 1 امبير في 1 ثانيه 1 كولوم. طيب انا عايز اجيب كميه الكهربيه، 1 كولوم بتساوي 1 امبير في 1 ثانيه، دي جت منين؟ جت من ان حاصل كميه الكهربيه بالكولوم بتساوي شده التيار في زمن مرور التيار. نحسب بقى كميه الكهربيه، هنا شده التيار 5 في زمن مرور التيار 20 دقيقه، احنا ما بنستعملش الدقيقه، احولها لثانيه اضربها في كام؟ في 60. يبقى نحسب كميه الكهربيه، شده كميه الكهربيه بالكولوم بتساوي شده التيار بالامبير في زمن مرور التيار بايه؟ بالثانيه، بتساوي 5 امبير في 20 دقيقه في 60. يبقى 20 في 60 ليه؟ عشان احول من دقيقه الى ثانيه. يبقى 5 في 20 ادي ب 100 في 60 تطلع 6000 ايه كولوم. طيب نقول بقى ايه؟ نقول كل واحد فاراداي بيرسب، كل واحد فاراداي بيرسب ايه؟ واحد وزن مكافئ جرام كل 96500 كولوم، زي المساله اللي قبليها كل 96500 كولوم ترسب 108. طب الرقم اللي هو 6000 يرسب كام؟ يبقى نجيب السين بتساوي 6000 اللي هي كميه الكهربيه في الوزن المكافئ اللي هو 108 على 96500. يبقى الكتله المترسبه بالجرام سين بتساوي كميه الكهربيه بالكولوم 6000 في الوزن في الكتله المكافئه الجراميه 108 على 96500، دي بتساوي 6.72 جرام. عفوا. نشوف المساله اللي بعديها او السؤال اللي بعده، بيقول لي عرف يعني ما المقصود بالقانون الاول لفاراداي. احنا قلنا في وسط الشرح دلوقتي بتاع الباب الثامن، قلنا القانون الاول لفاراداي وقلنا القانون الثاني وقلنا القانون العام. القانون الاول لفاراداي بيقول ايه يا اولاد؟ ما المقصود بالقانون الاول لفاراداي؟ عند ثبوت درجه الحراره كتله الماده المتحرره من المصعد والتي تترسب على المهبط تتناسب طرديا مع كميه الكهربيه المره في المحلول. طب القانون الثاني لفاراداي، عند مرور تيار كهربي ثابت في عده الكتروليتات مختلفه فان كتله الماده المتحرره من اي من المصاعد والمترسبة على أي من المهابط تتناسب طرديا مع كتلتها المكافئة. وقلت لكم إن المقدمة واحدة بتاع القانون الأول والقانون الثاني، كتلة المادة المتحررة من المصعد والتي تترسب على المير في القانون الأول تتناسب طرديا مع كمية الكهربية المرة في المحلول، في القانون الثاني تتناسب طرديا مع كتلتها المكافئة. القانون العام للكهربية، الواحد فاراداي الذي يعادل 96500 كولوم بيرسب من المصعد، بيحرر من المصعد ويرسب على المهبط واحد وزن مكافئ جرام. تعال نشوف الإجابة تاني، عند ثبوت درجة الحرارة كتلة المادة المترسبة على المهبط اللي هي متحررة من المصعد تتناسب طرديا مع كمية الكهربية المرة في المحلول. طب القانون العام للكهربية اللي هو الفاراداي اللي هو بيعادل كل واحد فاراداي بيعادل ايه؟ 96500 كولوم
ده يا اولاد عباره عن ايه؟ كميه الكهربائيه اللازمه لتحرير او ترصيب واحد وزن ايه مكافئ. في تعريفين بقى مهمين كده بحب اقولهم كده بسرعه. لو جه قال لي عرف الامبير الدولي، الامبير الدولي هو كميه التيار الكهربي التي عندما تمر لمده واحد ثانيه في محلول الكتروليتي من نترات الفضه فانها تحرر من المصعد وترصب على المهبط 1.118 من 1000 ملي جرام فضه. طب لو قال لي عرف الكولوم، الكولوم قلنا واحد كولوم يساوي واحد امبير في واحد ثانيه. طيب ممكن يجي لي مصطلح علمي يقول لي كميه التيار الكهربي التي عندما تمر في محلول الكتروليتي من نترات الفضه تحرر من المصعد وترسب على المهبط 1.118 من 1000 ملي جرام فضه، ده الكولوم. وبانتهاء هذا الجزء نكون قد انتهينا من الجزء الثالث مع اليوم السابع. ازاي تنجح وتجيب مجموع وانت قاعد على الانترنت؟ اليوم السابع بيقدم اقوى مراجعات نهائيه للثانويه العامه لنخبه من افضل المدرسين. اتفرج وذاكر وانجح وجيب مجموع بالفيديو على اليوم السابع.